تعال منا طب تعال منا شوف شوف هاي الاسعار فيها فيها عسل لو شوفون بيت الله خرع البك حجي اهم شيء سلامتكم اهم شيء سلامتكم حجي بيتنا بغداد جدا ما عز الا انفجار وقع علينا الجامع متكسر علينا ما صار يوم الجامع مال مهدي إنه إذا كان مستحسنا فلم تج نحن نحمل المسؤولية كاملة إلى قوات الاحتلال لأن بيدها الملف الأمني وكذلك نحمل الحكومة العراقية مسؤولية هذا الانفلات الأمني